فصوص ثوم، فصين من الثوم مهروس، زيت زيتون، كمون وبصل مبشور، طماطم مبشوره، بصل باودر، ثوم باودر، وزعتر فريش، وفلفل اسود، وملح. يلا نبتدي وصفتنا. وصفتنا سهله قوي يا جماعه. هنجيب الطاسه بتاعتنا على النار، نحطها كده، نحط فيها شويه الزيت، الزيتون معلقه كبيره، اهي حطيت معلقه كبيره، وهاخد البصله اهي هديها تشويح اهو، بشوح لكم الحاجه اهو، مش ايه، مش ني في ني، علي نار شويه. هاخد ثوم، مع البصل. بجد دي من الحاجات اللذيذه جدا والله، وجربوها طعمها تحفه. الناس اللي بتحب الفاصوليا، انا اصلا حتى لو مش في ايام الدايت بعملها كده، وبعمل بنفس الطريقه دي يا جماعه الكوسه كمان. بعملها وبقعد اكلها كده جنب، مثلا لو عامله حاجه مشويه، عندي عايزه اكل حاجه سريعه، الكلام ده كله. واللي كانت معلماني بصراحه الفاصوليا دي، بس انا جودت في شويه حاجات، كانت امي ربنا يديها الصحه. وكمان هحط الطماطم اهو، هشوح كله مع بعض، مش هسبك، هديهم تشويحه. الطماطم هتديني طعم ايه حلو كده، بس نبقى في بشرينها، ما نحطهاش عصير، وتكون من غير القش. بس كده ناخد بقى الفاصوليا بتاعتنا عليها، وهناخد الزعتر الفريش اهو، وهاخد بص ده فص ثوم كامل انا هحطه معاهم كده يعزز لي الطعم، البصل البودر والثوم البودر، الكمون هديها نكهه حلوه جدا، والفلفل الاسود معلقه كبيره كده حلوه. خلاص كده، ودلوقتي هملحها، احط لها معلقه من الملح، دول 400 جرام من الفاصوليا مع 250 جرام من البروتين، كده احنا اكلنا وجبه كامله اهي. هزود لها شويه زيت زيتون صغنطاطين كده اهو، شريحه ريحتها اصلا تجنن اهو. وبعدين بقى هنجيب شويه ميه صغننين، نحطهم كده اهو، يا حوالي نص كوبايه من الميه. وهسيب الفاصوليا بتاعتي، شغل النار هنا، وهسيبها هنا ايه تستوي بقى كده براحتها. كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح عريضه، الصدر هنجيبه على 3، فص فراخ هجيبه على 3، ربع كيلو صدور فراخ زي ما قلنا، زيت زيتون، ثوم شرايح، بهارات فراخ، عصير ليمون، وملح، وفلفل اسود، بس كده. هنجيب بوله اهي، نجيب كلابس كده، نحط بقى الجريل بتاعتنا على النار علشان تسخن، ادي الجريل بتاعتنا، نلبس كده جلافز واحده. تعالوا بقى ايه نحط، نعمل التتبيله، عصير الليمون اهو مع زيت الزيتون معلقه كبيره، مع شويه الزعتر اللي سبناهم على جنب، دول ضيفوهم للوصفه، وشرايح الثوم، فلفل اسود، وبهارات الفراخ، بس كده. لو عايزين تضيفوا كده، دي من عندنا شويه كده ايه شفتها قدامي، شويه بابريكا صغيرين، هيدوا لون حلو للفراخ بتاعتنا. ايه مين كريم؟ معلقه ملح. صباح الفل يا كريم. ازيك يا شيف؟ ازيك؟
عامله ايه؟ الله ينور في كل حاجه بتعمليها حضرتك. ربنا يخليك يا رب يا كريم. بتعمل دايت؟ تسلم ايدي بجد يا فندم. بتعمل دايت ولا لا؟ نعم. بتعمل دايت ولا لا؟ انا بعمل وبعمل اكل كمان. بجد؟ طب ايه وصفاتي جربتها ولا لسه؟ طبعا انا كل وصفات المكرونه بتاعت حضرتك عملتها كلها. حلوه؟ طبعا جميلة. بألف هنا بألف هنا يا رب. يا رب نشوفك دايما على طول كده يا رب. ما تحرمش منك يا رب. ما تحرمش. يا رب. شكرا شكرا. ربنا يديك الصحة. شاكرين قوي. العفو تحت أمرك. ربنا يخليك. أهو ادينا كده الفراخ. بصوا تبلناها أهي. هناخدها بقى على الجريل دي على طول. تعالوا التتبيلة دي مش محتاجة تقعد في التلاجة، هتدي طعم الفراخ بتاعنا حلو بتاعتنا حلو على طول. المارينيه ده بقى ما نرموش، ده اللي هيفضل جنبنا. كل ما الفراخ بتاعتي تنشف هديله شوية، كل ما تنشف